شكرا عدنا لكم مشاهدينا الكرام دائما على قناه الشعب قناه شوف تي في. في هذه الاثناء لحظه نقل الشخص اللي كان داير واحد الفوضى هنا في ملتقى شارع ادريس الحريزي وشارع طاهر السبتي. دخلوا رجال الامن قاموا بالايقاف ديالو، تبين بانه مصاب عده اصابات على مستوى الوجه وفي انحاء مختلفه من الجسم ديالو، نظرا لانه كان داير الفوضى هنا في الشارع العام وكان كيعتارض السبيل، كان كيعتارض السبيل ديال المارة وكيبادلوه بنفس العنف اللي كان كيقدم عليه اتجاه ديالهم وكيحيدوا من المكان ديال الاعتداء. على الفور دخلوا رجال الامن قاموا بالايقاف ديالو، ولكن قبل النقل ديالو الى مصلحه الشرطه طلبوا سياره الاسعاف اللي جات حتى هي على عجل في الاثناء كتقوم بالنقل ديالو الى المستشفى من اجل تلقي العلاجات الضروريه. كان هذه فوضى كيقوموا بها مجموعه من الاشخاص، الناس اللي كيشوفوهم كيقولوا بانهم متشردين كيكونوا هنا في شارع ادريس الحريزي واللي خص يتلقى لهم حل، ولكن هما ماشي متشردين عاديين، هما متشردين كيعتارضوا في السبيل ديال المره، كيجريسيو كيقوموا بسرقات، كيدخلوا رجال الامن كيوقفوهم، ولكن خاص حل جذري لهذه الظاهره اللي كتوقع هنا في شارع ادريس الحريزي بمدينه الدار البيضاء وبالضبط بوسط المدينه. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعه، دمتم في رعايه الله والى مباشر اخر.